ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهارده فيلم كرتون بس في نجوم. تخيل كده لما الحيوانات اللي بنشوفها في حديقه الحيوان يقرروا يهربوا ويرجعوا للبر من تاني. مشروبك وتعالى نشوف هيحصل ايه. بيبدا فيلم بتاعنا في حديقه الحيوان اللي بيشتغل فيها مرود الحيوانات الشرسه اللي اسمه تشاذ، ومعاه ابنه الصغير التختوخي اللي اسمه تشازي. وبيكون الحيوان محبوب الجميع هو حيوان الكوالا اللي اسمه وسيم. اما الحيوانات المفترسه اللي معانا هم جاك التمساح، وهي تعتبر ام الباقي الحيوانات المفترسه اللي بيحبوها جدا. ومعانا كمان نايجل العرب اللي بيحب كل الناس، وفهد الحنان كل حلمه بس انه يتحدن، وفرانك العنكبوت اللي كان نفسه يبقى راقص محترف لكن مجموعه ما جابش واضطر يشتغل في حديقه الحيوان، والانفذ الخطير زوي اللي بيبقى ذكي جدا وبيعمل دايما خطط الهروب. ومعانا اخيرا الجميله مادي، وهي ثعبان خطير جدا لكنها من اجمل الحيوانات الشرسه. بتبدا فقره الحيوانات المفترسه، وبيقدم تشاز أبو تشاز هو يعتبر الهيرو بتاع حديقة الحيوان اللي اتعمل كتب بتحكي قصة حياته، والناس كلها بتكون عارفة مغامراته مع الوحوش المفترسة اللي قدر يصطادها ويضمها لحديقة الحيوان. وبيكون الشاذ في الغرفة مع الحيوانات وماسك مادي قاعد بيتغزل فيها وبيشجعها في أول يوم عرض ليها، وبتكون مادي متحمسة جدا اليوم ده ونفسها إن كل الناس يحبوها أو على الأقل يتقبلوها. بيبدأ العرض وبيدخل تشاذ يحيي الجمهور وبيقول لهم كله يجهز لأشرس الحيوانات وأخطرهم في العالم، وبيبدأ يعرضهم واحد واحد. أول حيوان مفترس معانا هو التمساح شاكي اللي بيخاف منها كل الاطفال، لكن الشاذ بيقدر يروضها بكل سهوله. ومعانا العرب نايجل وهو اشرس العقارب المتوحشه، اي نعم ما يبانش عليه خالص بس خلينا ناخده على قد عقله. وكمان العنكبوت فرانك اللي بالمناسبه تم موسم التزاوج بتاعه، ورغم كده هو مش لاقي كلبه. ومعانا كمان الانفذ الخطير زوي، وبيجي الدور على مادة الثعبان اللي ممكن يموت 100 فرد في ثواني بالسم بتاعه. بتخرج مادة من القفص والكل بيترعب منها، وفي اطفال كمان بتعيط بسببها. وبتتفاجئ مادي انها مش جميله زي ما تشاذ ما كان بيقولها، وبترجع القفص تاني حزينه. وبتحاول جاكي وباقي الحيوانات يهونوا عليها، وبتقول لها جاكي ان اول عرض دايما بيبقى اصعب عرض وانها جميله جدا بس طبيعي ان ده يحصل، وهي دي حياتنا ولازم نرضى بيها. لكن مادي بتكون متضايقه علشان كانت فاكره ان الناس هيحبوها زي ما بيحبوا وسيم، وبيوقفوا صفوف بس علشان يتصوروا معاه. وبتحكي لهم جاكي عن البراري وهي الجبال اللي هم جايين منها واللي كانوا عايشين فيها قبل ما يجيبوهم لحديقه الحيوان. وبتقول جاكي لمادي غني لنا الاغنيه اللي كانت بتغنيها لك مامتك وانت في البيضة. فبتغني لها مادي وبيكون صوتها جميل جدا. بتعدي الايام وكل يوم بيعرضوا الحيوانات، وبتتعود مادي على الوضع يوم بعد يوم، لحد ما في يوم من الايام بتحصل الحادثه اللي بتجيبهم اخرهم كلهم، وهي ان ابن تشاذ بيقع في البحيره مع جاكي وبيحاولوا ينقذوه قبل ما جاكي الشرسه تاكله، لكنها في الحقيقه كانت بتساعده علشان يخرج مش بتاكله. فبيقرروا انها حيوان مفترس مسعور وبيرحلوها لمنظمه الحيوانات الخطيره. وفي الوقت ده بتضايق مادي وباقي الحيوانات لان جاكي كانت زي ام ليهم، فبتقرر مادي انهم يهربوا احسن ما يحصل فيهم زي ما حصل مع امهم جاكي. لكن باقي الحيوانات بيكونوا خايفين، فبتقنعهم مادي وبتقول لهم ان هناك في البراره هيبقى عندهم عيله ويبقى كل واحد عنده الحريه انه يبقى اللي هو عايزه. فرانك ممكن يبقى راكد زي ما هو عايز، ونايجل هيلاقي الحب والحنان من عيلته، وممكن كمان يقابله جاكي هناك. وبيكون الشاذ قاعد مع ابنه تشازي وبيحكي له قصه قبل النوم، وبتكون عن مغامراته في اصطياد الحيوانات المفترسه. بتهرب زوه من القفص وبتفتح الباب اللي باقي اصحابها وبيهربوا من الغرفه بتاعته، وكمان بيقدروا يهربوا متنكرين من كاميرات المراقبه والحراس، لحد ما بيوصلوا لوسيم حيوان الكوالا اللي بيفضل يرن الجرس اللي عنده علشان ينادي الحراس ويبلغ عنهم. وبيكون حيوان مغرور جدا ومش زي ما بيظهر في التلفزيون، بيحاولوا يقولوا له يسكت ويسيبهم يمشوا من غير ما حد ياخد باله، لكن بيبقى رخم جدا وبيحاول يبلغ عنهم، لحد ما نايجل بيتسعه بالسم بتاعه اللي بيكون مش قاتل بس بيدخل اللي بيتلسع في غيبوبه لفتره طويله. وبيخرجوا اخيرا بره حديقه الحيوان وبيشوفوا البحر والناحيه التانيه المدينه، وبيستخدموا الخشب علشان يصنعوا قارب صغير واللي هيساعدهم علشان يعدوا الناحيه التانيه. بيركبوا القارب وبياخدوا معاهم وسيم علشان ما يبلغش عنهم، وبيشوفوا النجوم لاول مره وبيكونوا فاكرين انها القشره اللي تنزل من شعر البشر، وبيحبوا منظرها جدا لحد ما بيظهر سمكه قرش متوحشة وبيصحى وسيم من الرعب. وبتعجب سمكة القرش بمادي وبتكون عارفاها لأنها مشهورة بأنها الأفعى اللي ممكن تموت 100 شخص في ثواني، وبتعرف إنهم عايزين يعدوا الناحية التانية فبتقرر تساعدهم. وبتقول لهم إنها سمكة قرش في منظمة سرية بتساعد الحيوانات، والمنظمة دي كبيرة جدا وفي كل مكان، وبمجرد ما بيقعوا في مشكلة ممكن يقولوا كلمة السر ويظهر لهم أعضاء في المنظمة ويساعدوهم. وكلمة السر بتكون أنا قبيح أنا قبيح كلنا قبحة، القبح هو معيار الجمال الجديد، وبتاخدهم تعديهم الناحية التانية قبل ما الكائنات
الحيوانات الخطيرة اللي اسمها البشرة تسعة. وفي الوقت ده بيعرف تشاز انهم هربوا من حديقة الحيوان، وبيشوف صورة الوسيم في كاميرا المراقبة بيكون شكله فيها وحش جدا، وبيكون هبلغ فرقة مكافحة الحيوانات، لكن مضطر يلحقهم بنفسه علشان ابنه اللي شايفه بطل. بنشوف بعد كده اول ما بيوصلوا المدينة بيسيبهم وسيم وبيقولهم انه ما ينفعش يمشي مع حيوانات قبيحة زيهم، وان الناس كلها بتحبه، ولو مشي في الشارع فيه كتير هيتعرف عليه وهيرجعوا حديقة الحيوان من تاني. وفعلا بيتمشى في الشارع لوحده والناس بتتعرف عليه، لكن بدل ما بيوصلوا بيكونوا خايفين منه وبيحاولوا يتخلصوا منه. وسيم بيكون مش فاهم ايه اللي بيحصل، لكن بيعرف ان الاخبار ان حديقة الحيوان نزلت صورة بشعة ليه، وقال كمان انه حيوان مسعور هربان من حديقة الحيوان. بيهرب وسيم وبيروح لمادي واصحابها، وبيكون ناس بتجري وراه بيحاصروهم من كل حتة، فبيقرروا يستعينوا بالمنظمة السرية وبيقولوا كلمة السر. وفعلا بيظهر عدد كبير من العناكب وبينقذوهم من البشر وبينزلهم تحت الارض في المجاري، وبيتعرفوا على مادي واصحابها، لكن ما بيحبوش وسيم لانه حيوان جميل ولذيذ، وبيعاملوه معاملة وحشة بس بيسيبوه علشان مادي بتلوم انه تبعها، وبيكملوا جميلهم وبيرشدوهم على المخرج وهو عن طريق مية المجاري اللي بتضخ وبترميهم كلهم بره المواسير، وبيكونوا مستمتعين جدا ما عدا وسيم اللي بيكون قرفان من مية المجاري وعايز يرجع لحياته القديمة من تاني. ولما بيخرجوا بيقعوا على سؤالة في بيت من البيوت وبيشوفهم تشاز وابنه تشازي، لكن بيهربوا منه وبيستخبوا في مطعم من المطاعم لحد ما بيمشي. بعد كده بيشوف وسيم نفسه في شاشة العرض وبيشوف انهم اتخلوا عنه في حديقة الحيوان وجابوا مكانه حيوان جديد اللي هو الدب، وبيشوفوا متشاز من تاني وبيقول خلاص هيمسكهم، لكن مادي بتنقذ وسيم وبتاخدهم وبيركبوا اتوبيس المدرسة. بيقرر تشاز انه خلاص هيبلغ فرقة مكافحة الحيوانات ويرجع لبيته، لكن تشاز بيقول له انا خدت رقم العربية هنسيبهم على مدرسة ونقبض عليهم، وبيقول له ماشي علشان ما يزعلوش، لكنه بيبقى خايف جدا. بتوصل مادي واصحابها المدرسة وبيدخلوا من شباب الفصل، وهناك بيسمعوا صوت جميلة جدا اكيد خارج من ملاك بلش بشر، لكنه بيكون خارج من ضفادع قذرة جدا، وبيكون وسيم قرفان منهم جدا. بيتعرفوا على الضفدع وبيسألوه ازاي ممكن يروحوا للبراري، فبيقولهم الضفدع انه يقول لهم الطريق بس يساعدوه، وبيفتحوا له القفص علشان حبيبة القلب اللي جنبه وحشاه، وبيكون وسيم قرفان جدا والدبان عمال يدخل في بقه وحالته حالة. بيستعادوا مادي وبتفتح لهم القفص وبيقولهم الضفدع ان الحل الوحيد علشان يوصلوا للبراري هو انهم يروحوا مع رحلة المدرسة. بتتحرك مادي واصحابها علشان يركبوا الباص، وبيحتاروا يركبوا انهي باص، وبيرفض وسيم يركب معاهم، فبتكون مادي لسه هتقنعه انه خلاص محدش بقى بيحبه، لكن ناجل بيكتسر الطريق وبيلسعه تاني بالسم بتاعه وبينمي، وبيلوم ناجل ان الباص اللي في البيت ام تقويم هو اللي اكيد رايح البلدي، وبيحاولوا يركبوه لكن بيسبقهم، وبيجي فبيستخدموا اليونت 100 دي وبتشعبطوا في عمود النور وبيطلعوا على سقف الباص. وفي الوقت ده بيوصل تشاز وبيسال الاطفال لو شافوا افعى وعرب وقنفذ وعنكبوت وكولا عدوا من هنا، فبيشاوروا على الباص اللي رايح البلدي. بنشوف بعد كده مادي مع اصحابها وهما بيستمتعوا بمشهد الجبال اللي حواليهم، ومبسوطين انهم اخيرا هيوصلوا البراري وهيقابلوا اهلهم، وبيبداوا يحلموا باللي هيحصل، لكن بيخافوا ان اهلهم ما يتقبلوهمش. وبيوصل تشاز وابنه تشاز بعربيه وبيطاعوا عليهم اللحظه السعيده، وبيصحى وسيم من الغيبوبه، وهنا بيشوف تشاز بيفرح انه اخيرا وصل وهيرجعوا تاني لحديقه الحيوان، لكن تشاز بيمسك المسدس وبيطلع فوق العربيه علشان يصوب عليهم ويصطادهم، وعلشان يخلصوا من صداع وسيم بيلسعوا نيجل المره الثالثه وينيمه. بيدخلوا بسرعه باص علشان يهربوا من تشاز، لكن الاطفال بيخافوا منهم فبيستخبوا منهم بسرعه، وبيدخل تشاز الباص علشان يصطادهم وبيسال الطلاب عن مكانهم، لكن محدش بيعرف. وبتكون البنت ام تقويم مخبيهم في شنطتها، وهي الوحيده اللي بتكون شايفه انهم كائنات لطيفه وجميله مش شرسه. وتشاز بيقدر يقفش وسيم وبيمسكه وبيرميه من الشباك وبيقع من فوق الجبل، وفي وسط ما تشاز بيدور عليهم بتهربوا من البنت وبتقول لمادي انها جميله. بتفرح مادي ان في بشر كويسين عادي مش زي الباقي، وبتاخد اصحابها ويهربوا، لكن هم واقفين فوق الجبل وبيفكروا هيهربوا منين. بيقع من فوق لكن بيقع على وسيم فما بيحصلهمش حاجه. بيصحى وسيم وبيتخانق مع مادي اللي خطفته من حديقه الحيوان وبوظت عليه حياته، وبيقول لها انها قبيحه وان اكيد مفيش حد هيحب ثعبان خطير زيها. لكن في الوقت اللي بيتخانقوا فيه بيكون الشاز واقف فوق الجبل مع ابنه وبيتكلم معاه، وبيقعوا كمان من فوق على مادي واصحابها، وبالصدفه بيقدر يقبض عليهم، وبيكون ابنه فوق شايفه بطل فبيسوق فيها تشاز وبيكبر الموضوع سيكا. ولما وسيم بيقول لتشاز يلا بقى تشيلني رجعني تاني الحديقه، تشاز بيقول له ابعد وبيشتمه، وهنا بيعرف وسيم ان كلام مادي كان صح وبيقرر ينقذها وبيقول كلمه السر علشان يستدعي المنظمه السريه. وفعلا بيوصل القرود الخطيره وبينقذوا مادي وباقي اصحابها، وبيشفلطوا تشاز على الاخر، وبيكون تشاز بيستغيث بابنه وبيقول له ارمي حبل بسرعه علشان القرود دي هتموتني، لكن ابنه بيقول له اطلع على الجبال زي ما كنت بتحكي لي في القصص بتاعتك. فتشاز بيزعله بيقول له اخلص وحياه امك القرود هتموتني. واول ما بيطلع بيقول لابنه الحقيقه وان المغامرات دي كلها مش حقيقيه، وانه كان عايش في بيت عادي وهو صغير مش في البراري ولا حاجه، وكان الاطفال بيتنمروا عليه لحد ما شاف تلفزيون مروض حيوانات وكان بيقلد طريقه كلامه، ومن ساعتها ما بقاش حد يتريق عليه، وعلشان كده الموضوع عجبه واستمر في الموضوع. ولما بيحس ابنه متضايق انه هيقل في نظره
بيجاره بيقول له انه يكمل في ملاحة الحيوانات وهيمسكهم زي ما هو عايز. في الوقت ده بتكون مادي واصحابها في طريقهم للبلدي وعمال يساعدهم في طريقهم للحيوانات اللي في المنظمة في السرية. وفي نفس الطريق بيريحوا شوية وسط الجبال وبيتأملوا جمال النجوم اللي في السماء اللي بيكونوا فاكرينها قشرة الراس. وبيقولوا لمادي تغني لهم الاغنية اللي غنتها لهم قبل كده، ولما بتغنيها بيناموا كلهم ما عدا وسيم اللي بيكون صاحي. وبيتكلم مع مادي اخيرا بطريقة كويسة وبتكون مادي فرحانة انهم خلاص بقوا اصحاب. وتاني يوم بيكملوا طريقهم للبلدي وبتسألوا مادي تعملوا ايه اول ما توصلوا للبلدي، وبيكون وسيم لسه بيتكلم لكن بيشوف شجرة فيها مجموعة من الحيوانات الكولا وبيفرح انه لقى كائنات جميلة زيه، وبيسيب مادي واصحابه علشان يروح ليهم. ومادي بتقول له مش ناسي حاجة وبتكون قصده انه يسلم عليهم، لكن وسيم بيرجع يظبط له نفسه وبيمشي. فبتزعل مادي انه اتخلى عنهم بسهولة. وفي الوقت ده شاش بيروح مع ابن البار من البارات اللي بتجمع الناس الخطيرة وبيلوم انه بيطارد الحيوانات الشرسة مين عايز ينضم ليه. وفعلا بيتضم ليه عدد كبير من المجرمين الخطيرين اللي ما بيخافوش من حاجة. بتكمل مادي طريقها هي واصحابها وبيوصلوا اخيرا للبلدي والجبال اللي كان بتحكي لهم عنها جيك، وبيكونوا متحمسين جدا فبيجروا عليها كلهم وبيقولوا ان اخر واحد هيوصل هيبقى ابشعهم. واول ما بيوصلوا بيظهر الحيوانات اللي شبههم وبيكونوا مبسوطين جدا، لكن الانبساط ده ما بيدومش علشان الشاش بيوصل هو ورجالته وبيحاوطوا مادي واصحابها من كل حته، وباقي الحيوانات بتهرب بسرعه لما بيحسوا بالخطر. لكن الشاذ بيلاحظ ان مادي خايفه جدا وبتترعش وبيكون عايز يسيبها، لكن ابوه يمسكها وبيحطها في قفص وبيحط الحيوانات التانية في قفص تاني وبيحط القفص في العربيه وبيتحرك. بتزعل مادي ان هي كانت السبب انها هربت اصحابها وانها عشمتهم على الفاضي، لكن الشاذ بيقرر يهرب مادي وفعلا بيرمي صندوق من فوق العربيه وبيقع يتكسر. لكن مادي بتبقى عايزه اصحابها يهربوا معاها فبترجع تاني للجبال وبتقول الحيوانات انهم يساعدوها ويلحقوا العربيه، لكن الحيوانات عمرهم ما خرجوا بره البلد وعارفين ان الموضوع ده خطير فبيرفضوا. وهنا بيوصل رسيم اللي بيزعق معاهم وبيقف مع مادي وبيقول انه رجع علشان ما بيحسش ان مع عيلته غير معاها هي، وان الكوالا اللي كانت معاهم كلهم كائنات مغروره وسطحيين. بتفرح مادي وبتحضنه وبتقول له يلا بينا علشان ننقذ اصحابنا، وبيكون رسيم عنده خطه وهي انهم يسرقوا عربيه ويروحوا وراهم. وبيكون اتعلم السؤال لما كان في حديقه الحيوان، وفعلا بيسرقوا العربيه وبيجروا ورا تشاز اللي بيشوفهم وبيتجنن من مصدر الكوالا وهو سايق العربيه. بيقرب وسيم بالعربيه وبتطلع مادي على السلم وبتحاول تقرب لقفص صحابها، وبيكون الشاذ ماسك المسدس وبيحاول يسيب مادي على الرغم ان ابنه شايف انهم لازم يسيبوهم احسن. بتقدر فعلا مادي توصل لاصحابها وبيكون وسيم بيضرب اصحاب تشاز وبيكسروا الازاز، وبينضموا لمادي ووسيم وبيحاولوا يهربوا من تشاز، لكن تشاز خلاص جاب اخره وبيعمل عقله بعقلهم وبيخرج لهم البازوكا وبيحاول يسيبهم لكن ما بيجيش فيهم، لحد ما بيقدر يصوب عليهم فعلا ولسه هيدوس على الزناد بينضم ليهم الحيوانات التانية اللي كانوا رافضين يساعدوهم. وبيكون كل الحيوانات اتجمعوا الكولا والعناكب والعارب وكلهم وبيساعدوا مادي واصحابها وبيكونوا خلاص هيهربوهم. وبيكون الشاذ وابنه هيموتوا لكن مادي بتنقذهم في اخر لحظه وبيركبوا معاهم العربيه وبتعلق السلم على الجبل، وبيكون ابن الشاذ على طرف السلم وهيقع يموت. وبتحاول مادي واصحابها يساعدوه لكن الشاذ بيكون فاكرها عايزه تقتله وبيقول لها ابعدها عنه يا متوحشه. بتزعق مادي في الشاذ وبتقول انها مش متوحشه زي ما هو فاكر وانها بتحاول تنقذ ابنه، وبتقوم ارماه من دراعه وماسكه في وسيم وبيقدروا ينقذوا تشازي. وهنا تشازي بيحضن ابنه وبيطمن عليه وبيحضن مادي ووسيم واصحابهم وبيشكرهم انهم انقذوا ابنه تشازي. وبيروحوا بعد كده للبراري من تاني لاهلهم اللي بيرحبوا بيهم احسن ترحيب وبيعملوا لهم احتفالات، وبيقابلوا الضفادع اللي قابلوهم في اول الفيلم اللي بيكونوا اتجوزوا وخلفوا اطفال كتير جدا. والضفدع بيقول لهم ان زعيمه المنظمه السريه عايزه تسلم عليهم، وبتكون الزعيمه هي جاكي اللي هربت وكانت طول الوقت هي اللي بتساعد مادي واصحابها لان هو ده دور الام. وفي نهايه الفيلم بتعيش مادي واصحابها وسط اهلهم في البلدي في سعاده. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. دمتم سالمين، سلام.